ورجعنا لكم بعد الفاصل. والنهارده ايه يعني يومنا كله طاقه ايجابيه، اخذنا طاقه صغيره كده ايجابيه من كروت التاروت، ودلوقتي بقى فقره الطاقه الايجابيه الكبيره. الاسبوع اللي فات حصل في اسكندريه مهرجان، كل اسكندريه، مش اسكندريه بس، كمان ده كل مصر كله كان بيتكلم عليه، هو مهرجان التذوق اللي اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت، وادى طاقه ايجابيه كبيره جدا للشيفات. وحتى لأي مهنة تانية لما حد تلاقيه كده بيشجعك، وحتى لو شغلك صغير وبيشجعك بيديك طاقة إيجابية اللي انت تشتغل أكتر وأكتر. فقلنا الحدث ده طبعا مش هيعدي كده من غير ما يكون معانا فقرة للموضوع ده ونعرف بقى تفاصيل المهرجان. ومعانا في الفقرة الجميلة جدا الصحفية دعاء نصر. أهلا بيكي. أهلا بيكي، منوراني. ميرسي جدا بجد. دعاء نصر، معروف عنك الطاقة الإيجابية اللي بتديها للشيفات عامة، معروف عنك بالخير، بتدي خير كتير قوي للناس، يعني بتعملي خير، ما بتبصيش على اللي بتعملي له الخير ده، سواء مستواه مثلا قليل كبير، عندك الناس كلها زي بعضها. وده فعلا اللي اكتشفته الفترة اللي فاتت، كله شيفة صغيرة لسه بادية زي شيف كبير، بتديهم كلهم زي بعض. الطاقة اللي عندك والخير اللي عندك كبير قوي للناس، سبحان الله. يعني فعلا أنا مش بجامل ومش بنافق وما بعرفش، واللي يعرفوني يعرفوا كده، اللي أنا مش بتاعت نفاق خالص، بس تلاقوا شخصية فعلا في الوقت ده بتعامل الكبير زي الصغير، يعني الخير اللي تديه للكبير مش صغير، يعني مش تقول مثلا ده حد كبير مفروض انا اتقرب منه مثلا ولا حاجه، لا ما بتعملش كده خالص. الناس عندها كلها سواسيه، لما بتدي تعمل حاجه خير بتدعي الصغير قبل الكبير، تقول ايه يمكن الصغير ده بيديني دعوه، يعني دعوه في الاخر، يعني كله لله في الاخر. فشخصيه زي دي فعلا يعني حبيتها جدا، واصريت اللي هي تيجي معانا جدا، رغم القنوات كلها بتتخانق اللي هي تستضيفك، صح كده؟ والله يعني لولا غلاوتك مش عارفه انا بحبك قد ايه. ربنا يخليك. قولي لي بقى يا دعاء، فكره المهرجان دي جات لك منين؟ فكره المهرجان كلنا عارفين ان هي فكره الشيف ياسر شاكر، قائد جروب سفينه الطهاء. طبعا الشيف ياسر بيلف بيها المحافظات، فهنا فين اسكندرية؟ صح. اسكندرية تعتبر فقيرة من المهرجانات. طبعا ده الطلب كتير جدا جدا من كتير سنة، اسكندرية. كتير كتير. وعلى الرغم اني يعني انا كنت عاملة لأهالي اسكندرية، بس لقيت محافظات مصر كلها كتيرة. مصر كلها فعلا يعني لقيت المحافظات كتيرة جدا الناس بتشترك، وكان في اقبال شديد. الحمد لله الحمد لله، الحمد لله. نجاح غير عادي انا ما كنتش متوقعه. لا كبير كبير، وفعلا يعني كان في حشد في توقيت، كان اليوم ده مطره، لا مش مطره، ده كان في نوه برق رعد، والناس جولت برضه، والناس برضه ما شاء الله جم. عدد فوق يعني كان هو المفروض ان هو بالدعاوي. لا يعني اللي كان جاي معاه حد تاني من غير الدعوه، بس انا شايفه ان انتوا في الاجراءات الوقائيه. لا كنتوا، لا الاجراءات دي كانت دي كانت اساسيه. الالتزام بالكمامات، كان معانا كل نص ساعه الكحول لازم. فلا الحمد لله ده كان من اهم اساسيات المهرجان. طب نشوف بقى الصور من مهرجان. اهي بتكرمي تكريم الشيف ايهاب فضل. ايهاب فضل، تمام. دي الصوره مش واضحه قوي، بس ده لا دي الشيف. طب استنوا بقى كده. طيب. ثواني، ده شيف احمد القاضي. معروف. اوركيد. اوركيد. اوركيد ده برضو عامل شغل جامد جدا. لا لا لا. في ممتاز جدا. بجد. وكان من المشاركين في المهرجان. المهرجان من الرعاة. شيف نهى صالح. نهى صالح حد جميل جدا. جميله جميله ورقيقه جدا. تحياتي ليك يا شيف. محمود عطيه اتخانق معايا طبعا. ليه؟ هو ده التكريم. شيف محمود. طب انت مش عاجبك الدرع؟ هو ده هاتي هاتي. يعني دمه زي العسل. سكر سكر. طبعا اللي هنا من الشيف احمد القاضي، معانا الشيف ياسر شاكر، معانا الاستاذه بسنت عثمان المدير التنفيذي لعداله ومسانده. دعاء سمبل نائب رئيس مجلس الإدارة.
دي بقى الجات اللي هي اتفرقت في ال اخدوها. الشيف طبعا نونا صالح، والشيف قلعة جبالي، والشيف حنان جمعة طبعا، ده الشيف مصطفى العجمي، الاعلام الكبير احمد رجب، احمد رجب. وده الشعر الغنائي حمادة العسكري، موهبة لذيذة قوي. المطرب الكبير ابراهيم ابراهيم عبد عبد القادر القادر. غطى طبعا الحفل. ودول معانا بقى الفايزين، بنسلمهم الجوائز. جوايز شيف والجميلة نونا. نونا احمد، كانت عامله روح برضو لا في ال لا ما شاء الله، عسل يعني يعني. جميلة. كده. وشايف الشيف الشيف محمود ده محمود، عطيه باين عليه. الشيف نونا. فهو اليوم بجد كان جميل جميل كل الناس بشكل بتتكلم غير عن عادي، اليوم ده، كله وكل الناس الحمد طالعه لله، كله فرحانه طالع فعلا ومبسوطه. فرحان ومبسوط. يعني الحمد لله بجد، الحمد انا لله مبسوطه على ان هو نجح النجاح. نجاح غير متوقع. تمام. دعاء بعد المهرجان ده كله انت استفدتي ايه غير دعاء الناس بس؟ فرحت الناس يعني، انت والله انت ما تشوفيش الناس يعني قبل وبعد، يعني ربنا يفرحك، ربنا يسعدك، ربنا يبارك لك، انك عملتيني، دعاء. محدش قال انت عملت لنا، انك عملتيني المهرجان. الدعاء فدي حاجه جميله قوي. لا الدعاء وانك تفرحي الناس وانك تسنديهم تقفي جنبهم، دي لوحدها فرحه. شخصية فريدة في الزمن لا ده. مش فريدة، ما انت زيي بالظبط. لا بصي بصي يا دعاء، الوقت اللي احنا فيه ده لما تلاقي حد كده صعب، صعب جدا. بعرف ناس كتيرة بيعملوا مهرجانات ومؤتمرات وحاجات كتيرة قوي ومسابقات وكده. لما تبصي هو استفاد ايه وكسب ايه؟ الاستفاد اللي يقول لي مصالح مشتركة، اللي يقول لي الرعاة بيدوني، يعني بتحسي في الآخر كده إن في مصلحة جاية له من الموضوع ده. أنا ببص لك بقى من ناحية مهرجان زي كده ما استفدتيش منه غير بتعملي الخير ودعاء الناس. طب ما هو في أحسن من حاجات كده ايه؟ مصالح شخصية؟ لا في الزمن اللي احنا فيه ده، أنا بتكلم بجد في الزمن اللي احنا فيه ده، يا ريت شخصية زيك تتكرر كتير، يعني حتى لو كل محافظة تطلع واحدة زي دعاء نصر تعمل مهرجان وتفرح الناس. كمية الناس اللي فرحت جدا بالمهرجان وهي طالعة بره، كتير كلموني قالوا لي احنا رحنا المهرجان ده وكنا ايه قلقانين وخايفين، بنقول توزيع الجوائز وحد طالعين حد تاني خالص، عندهم طاقة إيجابية كبيرة، عايزين يشتغلوا، عايزين يدوا، وهو ده فعلا الغرض من كان هو ده المهرجان. فعلا، كان هو ده الهدف، ان احنا فعلا نساندهم وندعمهم، لان انت عارفه الفتره اللي فاتت دي كان مستوى الشيف او اسمه بدا ان هو ينزل ينزل وما بقاش صح. متواجد. فاحنا بنعمل المهرجان دوت يعني جزء منه للسياحه، الجزء الثاني ان احنا نرتقي بمستوى الشيف او الطاهي، تمام. يعني نطلع بيه. لا انت موجود، ده انت مش بتتكلمي كمان على النطاق الشخصي الافراد، انت بتتكلمي على النطاق العام السياحه، بالظبط. علشان الناس تشوف بالظبط، ان احنا موجودين، احنا عندنا موجودين، اعظم والدنيا شيفات في مصر يا شغاله، جماعه ومصر موجوده، الحمد لله يعني. يعني الشيفات عندنا شيفات فظاع فعلا، جمال جدا، خبرة كبيرة. الناس دي حقها علينا. الناس دي فين؟ الناس دي فين من التلفزيون؟ عدد محدود قوي اللي بيطلع. الناس دي فين من الفنادق؟ ما تجيبوا الناس دي وتشغلوهم. مش على فكرة يعني دي حملتي ان شاء الله اللي جاية ان شاء الله، يعني مساندة الشيفات اللي قعدت في بيوتها، ودي طبعا بالألوفات، ناس كتير قوي بتشتكي من قعدتها في البيت وان ما فيش شغل. فبإذن الله إن شاء الله الحملة الجاية هتكون عن مساندة الشيف. إن شاء الله إن شاء الله. لا أنا مستبشرة خير، يعني موجودة فعلا أنا مستبشرة خير. طيب نشوف بقى معانا الفقرة التانية، معانا فقرة الشيف. أهلا بيكي. مصدومة مقدودة من أول ما جيتي صح؟ شوية. معانا مدام صفاء علي، صح كده؟ منوراني. ده نورك. ونور استاذه دينا بصراحه. دعاء دعاء استاذه دعاء دينا دي الاعداد يا جماعه، دعاء بصراحه لما قعدت معاها طمنتني جدا، وروحها حلوه قوي. انا طمنتك لدرجه نسيتي اسمي. جميله جميله. طيب تعالوا بقى نروح ايه عندها نشوف الدنيا هتبقى يعني فيها ايه، هتعمل لنا ايه. فطير مشلتت حاجه كده حلوه قوي ما شاء الله. فطير. طيب انا هروح ازاي؟ تعالي
اللي عندك المايك. طب نطلع فاصل ثواني ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل ودخلنا المطبخ بقى مع بعض. معانا الشيف الجميلة صفاء. وهتعمل لنا ايه؟ هتعمل لنا ايه بقى؟ هعمل لكم النهارده ان شاء الله الفطير المشلتت. الفطير المشلتت على اصوله بقى. بصوا اتعلموا بقى كل حاجه. قولي لي بقى المقادير بتاعتك ايه؟ المقادير انا كيلو دقيق. كيلو دقيق اهو. تمام. وكمان ملح. وملح قد ايه ملح ده؟ يعني معلقتين؟ لا مش ده كله، يعني بنحط حوالي نص معلقه صغيره. نص معلقه صغير. وميه. وميه. طب بس. يلا. هقول بالاول بسم الله الرحمن الرحيم. هو حوالي كده. تمام. يعني. والميه بقى. هقلب الملح كده في الدقيق. وبعد كده بصب الميه. صب لي كده. ماشي. ماشي كده. ماشي. دعاء قولي لنا بقى كده ايه؟ عايزين نعرف خططك بعد المهرجان ده بقى. خططي؟ خططك بقى ايه الجديد بقى؟ انا عارفه ان كل مره بيبقى لسه بيبقى فيه جديد عندك كده. هو في جديد بس غير متاح انه يتقال دلوقتي. ليه؟ بس ليه ده برنامج يعني من الاخر بيجيب من الاخر يعني. يبقى كده انا انت بتضطريني اقول حاجه انا لسه. قولي 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 كده. خلاص. بسم الله الرحيم. وقولي. اقول؟ اقول. يلا قولي. لسه برتب له. لسه برتب له. بشرة خير. بشرة خير. يلا. طيب. خلاص يبقى انا اللي هقوله ده دلوقتي حصري لبرنامج من الاخر. بس. الفكره اللي فكرتها يمكن من يومين تقريبا. ناس طبعا ما زالت لسه لحد امبارح عايزين دعوه. واللي ما حضرش لظروف ما عايز يحضر تاني. وناس كتيره زعلانه ان ما حضرتش المهرجان. طب انا اعمل ايه؟ ما انا مش هكرر المهرجان تاني في اقل من سنه، يعني حتى المهرجان هو المفروض سنوي. ففكرت في فكره حلوه قوي. هي الاولى كانت من المفترض ان هي زي الشيف ياسر شاكر كده ما قال ان هي لم الشمل وان احنا بنقعد مع بعض وكده. فانا حبيت الفكره دي ان انا الم الشمل اكتر من كده بطريقه بسيطه قوي وبدون قيود. قيود اللي هي ان انت تجيبي طبق ويا فزتي يا ما فزتيش. قيود من لجنه التحكيم. ناس زعلت انها فازت وناس ما فازتش. ناس معاها دعوه تدخل، ناس ما فيش معاها دعوه ما تدخلش. فطبعا انا عايزه افك كل القيود دي وعايزين نقعد زي مع بعض كده زي ما بيقولوا اسره مع بعضينا. حلو. حلو جدا. ففكرت في فكره مهرجان للتذوق وان شاء الله ده هيكون في الصيف علشان ما يحصلش اللي حصل معانا تاني في الشتاء والمطره وكده. فكرت ان احنا هنعمل مهرجان للتذوق. المهرجان دوت هيكون في مكان مفتوح بدون دعوه، الدعوه عامه لاهالي اسكندريه والمحافظات الثانيه يشرفونا على راسنا عشان ما حدش يزعل. اسكندريه بس الباقي ايه؟ المفروض ان انا المحافظات الثانيه مهرجان تذوق الاسكندريه. بس اللي هيجي مش هنقول له لا، يعني لان كلهم اصحابنا وحبايبنا. المكان هيكون مفتوح. كل شيف هتيجي هتجيب معاها طبق. بتيجي نكتب اسمها في ورقه، اسمها واسم الطبق. بتيجي كل الحضور مفتوحه لحد 50 60 لحد 100 شيف. تيجي مكان تقدم مفتوح بقى. مفتوح. تيجي تقدم الطبق بتاعها معانا. جميل. كلنا هندوق. كلنا هندوق من اطباق بعض. تبقى فيها روح فيها حلوه كده. بالظبط. وانا اول واحده هشارك على فكره بالطبق بتاعي. جميل. انا جايه. انا خلاص انا جايه. انا اول واحده هشارك بالطبق بتاعي. انا جايه. تمام. في اخر طبعا ما كلنا بقى هناكله والحمد لله واتبسطنا كلنا وكلنا وشربنا ولعبنا، الشيفات اللي هتوصل ل 100 شيف كلهم هيتكرموا. كلكم هتتكرموا. هنقدم الشهاده وهنقدم الميداليه. شفتوا الطاقه الايجابيه اللي هنديها ازاي؟ يعني نتلم كلنا بندور على افكار جديده بحيث اللي هي فدي حصري. تسعد ناس اكتر. حصري. محدش عملها على فكره خالص. الموضوع جديد. الموضوع جديد جدا. دي فكرتي اول مره بعرضها في برنامج من الاخر وان شاء الله انا متاكده مليون في الميه انها هتنجح وهتكسر الدنيا ان شاء الله. وكل محافظه ازاي يا رب. وكل محافظه انا عارفه ان هيطلع فيها حد يعمل كده ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. خير خير خير. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وهي خلاص عجنت العجينه، بتقعد حوالي ربع ساعه بتتعجن كده. وهي كانت عامله عجينه قبل الفاصل اهي، وريها لهم بقى كده.
بتفضلي تعجني فيها لحد ما تبقى العجينه ناعمه خالص. تمام زي ما انت شايفينها كده. بتمط بقى كده ولا ايه؟ بصوا عاملاها ازاي ناعمه اهي. كمان بتتقسم بقى كمان العجينه في الشتاء بنطريها شويه عن الصيف. يعني نزود لها ميه ولا نعمل ايه؟ ايه نزود لها ميه ولا نعمل يعني في الصيف بتبقى العجينه ناشفه شويه على اساس ان العجين بيسيح في الصيف، لكن في الشتاء بيجمد. تمام فبنطريه شويه. حلو. بعد كده بتعملي ايه بقى؟ بتقسميها كور؟ بقسمها يعني كل كيلو كام كوره؟ على حسب. يعني انت بتقطعيها كده قد حجم البيضه كده. تمام. بتبقى في حدود قد ايه؟ يعني دي تعمل لك كام فطيره؟ يعني دي تعمل اثنين فطيرتين. إيه كيلو؟ كيلو. لا كيلو واحد يعني كيلو واحد اللي هي الفطيره دي. لا دي دي بتتعمل بكيلو سليم. كيلو؟ لكن طبعا احنا في بيوتنا بنعمل الصغير على اساس برضو ان هو صغير يعني. تمام. يعني دي الكيلو يعمل اثنين صغيرين. ريحته حلوه قوي ان شاء الله. وواحده كبيره. سمنة بلدي مع زيت. مع زيت. تمام. دي بقى بعد ما تعمليها بنقطعها وبنسيبها ترتاح حوالي نص ساعة وبعد كده بنفردها. وبتفرديها. بتعمليها زي الظرف كده. تمام ماشي اوكي. وده اللي عملتيه قبل ال ده اللي عملته قبل الفصل. قبل الفصل. قولي لي بقى انت قناتك ايه على اليوتيوب؟ قناتي اسمها أسرار المطبخ مع صفاء علي. أسرار المطبخ مع صفاء علي. تمام. تمام حلو قوي. عندك صفحه على الفيسبوك ولا ما عندكيش؟ اسمها ايه برضو؟ اسرار المطبخ مع صفاء علي. مع صنفار علي. تمام ماشي. لا مش عايزه اقول لكم ريحته عامل ازاي. فظيعه فظيعه. اهو السمنه. السمنه حاجه كده ولا رجيم ولا ناكل عادي ولا انت جايبه التصوير؟ لا عادي ولا رجيم ولا كلام بقى خالص كده. بجد ادخلوا عندها على اليوتيوب. هتستفيدوا من الوصفات عندها. هي بتمتاز بالاكل بتاع اجدادنا بقى وامهاتنا القديم، وفي نفس الوقت برضو بتجاري الجديد بقى. الفراخ المقرمشه والكلام ده صح كده؟ طيب حلو قوي بقى كده. كل جديد ان شاء الله هتلاقوه عندي باذن الله. تمام يلا بندوق. ندوق. ندوق بقى. يلا انا هدوق. يلا يلا يا دعاء. يلا طب قولي لي هو بيتاكل ايه؟ شوفي. طب قولي لي هو بيتحط في الفرن على درجه حراره قد ايه؟ وبيتحط فوق ولا تحت؟ عشان بجد يعني بيفشل معايا. هو اول حاجه احنا بالفطير ده بنعمله في الفران اللي هي اللي هي مش بوتاجاز، لكن لو على البوتاجاز لو هتعمليه على البوتاجاز هيتحط على درجة عادي عشان كله يعمل. انا عندي بوتاجاز احطه في الرف فوق ولا في الوسط؟ في الوسط. على درجة حرارة بقى 180 لمدة قد ايه؟ لمدة حوالي نص ساعة اقل شوية على حسب فرنك. يعني لو فرن الفرن هو اللي بيحكم. لو فرنك عالي مش بياخد نص ساعة. لو واطي طب ليه بينشف؟ واحنا دايما بنحب ايه؟ القرمشه مع الطراوه. يعني احنا بنحبه من لا لا ده مش جوه ما شاء الله. لا ده طري وجميل. بص طري من جوه بنعمل ازاي؟ بينشف مني والله بجد. ليه بقى قولي لي؟ وانا في الفرن يعني؟ في الفرن بينشف عشان احنا حاطين له نسبه زيت بنخليه قرمش شويه. حضرتك عاملاه كويس جدا. احنا بينشف معانا احنا ليه؟ ليه بقى؟ ليه؟ بنفس الطريقه بس ليه؟ انت مش عارف التسويه يعني ولا ايه؟ مش عارف. لا 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 ممكن يكون التسويه. لو فرنك عالي ممكن فعلا التسويه بتفرق. شغلي شوايه بعد ما بيخلص ولا هو بيسوي نفسه؟ هو بيسوي نفسه على لما بتولع عليه من تحت. فظيع. الجايبه اثنين عشان انا واحده والاستاذه داليا واحده صح؟ ماشي ميرسي جدا. عشان الرجيم كمان هفتنين. احنا داخلين على سنه جديده فقلنا نتغذى النهارده بفطير وعسل وجبنه. وطبعا دعاء كانت عامله مجهود كبير الفتره اللي فاتت في المهرجان وكده. فلازم اتغذى. فلازم تتغذى بقى عشان ايه؟ بتعمل لكم المهرجان الجديد. انا بشكرك جدا جدا على الفقره الصغيره دي. ممتاز. افدتينا وفعلا كده تحسي فيكي روح بنت البلد. الله يكرمك. بجد والفطير بتاعك فظيع جبار. بجد ادخلوا يا جماعه على القناه عندها على اليوتيوب يعني فعلا هتستفيدوا من الوصفات بتاعتها.
وهتلاقوا ان انتوا عايزين يعني في اللي هو القديم وفي الجديد. فدعموها بجد، لان واحده زيها فعلا محتاجه اللي هي دعم، محتاجه اللي هي تبين موهبتها للناس. ففعلا دعموا الناس اللي صح المفروض تدعموها مش اي حد. تمام. بالنسبه بقى لدعاء مصر، فعلا بقول ربنا يكتر من امثالك كتير، ويا رب مصر فعلا تبقى فيها ناس كتيره زيها عايزه تدي الروح والطاقه الايجابيه لكل الناس بدون مقابل. مجرد اللي هي بتشوف فرحه في عين الواحد سواء شيف او غيره، سواء كبير او لسه بادئ، حته الفرحه دي وتبقى سعيد وطالع كده عندك حماس اللي انت تشتغل، احنا محتاجينها جدا 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 في الوقت بتاعنا ده في مصر. بشكركم جدا على الفقره دي. كمان عايزه اشكرك جدا جدا جدا. بشكر الفريق عمل جريت عالم النجوم، بشكر الشيف ياسر شاكر، بشكر لجنه شيف ياسر شاكر. سلامي ليك. سلامي ليك ياسر. هو ليس مؤخرا ولكن بشكر ياسر موسى جوزي المشارك برضو والداعم معايا في مش في المهرجان بس، كل حاجه انا بعملها. طبعا عايزه اقول لكم ان طالما في مثال قدامكم كده بتعمل كده، يبقى وراها فعلا زوج مثالي ربنا يخليه لك فعلا، اللي هو يدعمك ويديكي الطاقه اللي انت تعملي وتسعدي الناس دي. فعلا تحياتي لحضرتك جدا جدا يعني على كل حاجه بتعملها، ووقفتك في ظهر طبعا زوجتك، لان فعلا مش بنقول مثلا ايه وراء كل عظيم امراه، لا كمان العكس كمان، وراء كل امراه عظيم. فعلا يعني فعلا الاثنين مفروض هما اللي بيقفوا في ظهر بعض. بشكركم جدا جدا، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده الاسبوع الجاي. السلام عليكم.